كيف الحال يا شباب؟ وعليكم السلام، هلا دكتورة. كيف الحال؟ تمام بخير الحمد لله رب العالمين. طيب شباب، بالنسبة للكويز العلامات نزلت على الإي ليرنينج، أتوقع أنه شفتوا علاماتكم. هلا العلامات اللي نازلة هي من 100، ماشي؟ هي من 100، لكن راح نحولها من 6 إن شاء الله. علامة الكويز الثاني حتكون من 6. طيب خلينا نكمل المحاضرة. دكتورة، والله دكتورة يعطيك العافية. رب لين والله السؤال، تفضل. هسا 2.5 على 4 بتفرق لو كانت 5 على 8؟ كيف يعني 2.5 على 4 بتفرق لو كانت 5 على 8؟ هسا مثلا الاحتمال، الاحتمال يعني؟ أيوة الاحتمال إنه لو كان الكسر 2.5 على 4 مش هي نفسها إنه تكون 5 على 8؟ صح. طيب دكتورة، ليش ما حسبتي لنا هيك تعيد احتمالية الخمسة؟ ولا أنت فاينل أنسر صلحتي؟ كيف أي احتمالية الخمسة؟ دكتورة مش في بالكويز أول سؤال كان إنه من ضمن الفرع الثاني إنه نطلع البروبابيليتي أوف للخمسة، صح؟ أول شيء طلبت منك البروبابيليتي أوف إكس إيكوالز 1. آه مزبوط مزبوط، بس الفرع الثاني كان إنه في من ضمن الحل إنه البروبابيليتي أوف خمسة، صح؟ صح. آه مزبوط. أنت حسبت خطوات دكتورة ولا فاينل أنسر؟ لا حسبت خطوات عادي. بس انت كأنه شطبتي على السؤال كامل، لانه احنا مطلعين البروبابيليتي اوف 5 صح، بس شطبتيها كمان. انت مش حاط البروبابيليتي اوف 1 صح، يعني هي لازم تجمع البروبابيليتي اوف 1 بلس البروبابيليتي. تمام، هسه احنا البروبابيليتي اوف 2 وكمان بلس شو اللي هي البروبابيليتي اوف 5 صح؟ يس يس. تمام، كونك حسبتي الخطوات، طب انت شطبتي على السؤال كامل، يعني خصمتي 5 علامات كامله، يعني ما صلحت خطوات انه تحطي لنا البروبابيليتي اوف 5 تكون صح. طيب بشوف يا احمد، برجع. والله يا دكتورة بتهمنا يعني العلامات، يعني زي ما حكيت لك. طيب بشوف، برجع اشوف يا احمد وبتاكد اذا لك علامات ان شاء الله يعني بتاخذها. تمام ان شاء الله. قول يا رب. دكتورة هو التصحيح على الفاينل انسر بس؟ لا مش على الفاينل انسر. طب دكتورة هسه احتمالية اكس تساوي 2 اور اكس تساوي 5 مش هي نفس اور؟ اور واحد بناسي، هي اكس بتساوي 1 ولا 2؟ اه اور يعني بتجمع. طيب اثنين وخمسة ما عليها علامة هاي؟ انه يعني اور هي نفس جمع مجموع الاحتمالين. لا لا لا، ما هو يعني ماشي، ما هو دكتورة مو عليه 5، يعني الخمسة بس على الفاينل انسر، يعني مش موزع مش خمسة السؤال. مش خمسة، لا هو السؤال الكويز من 6 علامات مظبوط، الفرع الاول حطيت عليه علامة، الفرع الثاني علامة ونص توقع، بعدين بضل عندي السؤال اللي بعده علامة ونص، آخر واحد علامتين اللي هو طلع البي دي اف، يعني علامة الفرع اللي بعده علامة ونص، بعدين السؤال الثاني الفرع الأول علامة ونص، بعدين علامتين. إيه تمام. لأنه من 100 فنازلي 52، يعني بس فكرنا من 5 علامات. لا من 6، من 6 هو. تمام دكتورة تمام. والله يا دكتورة ترجع تتأكد من الحل عشان قبل لا تثبت العلامة إن شاء الله. تمام. طيب إذا المحاضرة الماضية قلنا إنه في عندي some يعني distributions of random variables مهمة هي، بس أقل أهمية من الجاوشين. الجاوشين هو أهم شيء، فإحنا حنغطي 3 منهم، هم 5 رح نغطي 3 منهم. بلش بال distribution اللي هو ل discrete random variable، اللي هو قلنا عنه انه الباينوميال distribution. والباينوميال distribution فعليا هو بيكون سواء بي دي اف ولا سي دي اف، بيكون distribution لراندوم variable بيوصف اللي هو برنولي experiment، بتكون experiment لها two outcomes only، ماشي؟ فالصيغة العامة تبعت البرنولي ديستريبيوشن، إذا كنا نتحدث عن بي دي اف بناخذ السميشن، عندي الان بثبتها، باخذ كل احتمالات للكي من 0 لN، وفي كل مرة بغير قيمة الكي باخذ الكوفيشنتس اللي هي كي فروم ان، probability بي مرفوع للباور كي
1 minus P مرفوع الـ power N minus K في الدلتا function عند تلك القيمة of K. ماشي؟ طبعاً كونه discrete فبنتوقع الـ PDF يكون يحتوي على deltas. لما بنحول هذا الـ PDF نحوله لـ CDF بدنا نكامل كل الـ expression. فلما نكامله بصف الـ CDF بيساوي نفس الـ expression تبع الـ PDF غير اللي هو بس اني بغير الدلتاز بحط بدالها ايش يونت ستيب فانكشنز. اوكي طيب كان في عندي هذا الاكزامبل قايل لي اللي هو خلينا نحله والله على الوايت بورد احسن. طيب اذا السؤال بيقول لي انه اللي هو الـ N بتساوي 6 والـ P is equal to 0.25 then N is equal to 6 and P is equal to 0.25. اوكي فبدي اوجد طبعا الـ PDF للـ PDF لهاي لهذا الراندوم فاريبل وايضا CDF. ماشي الـ PDF نبدا بـ PDF اللي هو F sub x of x بيساوي ايش قلنا summation from k equals 0 لعند قيمة ال n اللي هي 6. ماشي في كل مرة بعمل اللي هو البينوميال كوفيشنت اللي هو k من 6 probability p مرفوع على الباور k 1 minus p مرفوع على الباور 6 minus k. اوكي طبعا في عندي دلتا function عند كل قيمة لل k. اوكي فخلينا نفرد السميشن عندنا بنبلش بقيمه الكي بتساوي صفر ففي عندي 0 from 6 ماشي ال 0.25 مرفوع على الباور 0 في 75% مرفوع على الباور 6 في دلتا اوف اكس ماينس 0 بلس هلا قيمه الكي بزيدها بتصير 1 1 من 6 0.25 مرفوع على الباور 1 في 0.75 مرفوع للباور 5 في الدلتا اوف اكس ماينس 1. نفس الشيء بنكمل طبعا هون عندي 2 من 6 0.25 مرفوع للباور 2 في 0.75 مرفوع للباور 4 في الدلتا اوف اكس ماينس 2 بلس 3 من 6 0.25 مرفوع للباور 3 في 0.75 مرفوع للباور 3 في دلتا اوف x ماينس 3 بلس 4 من 6 0.25 مرفوع للباور 4 في 0.75 مرفوع للباور 2 دلتا اوف x ماينس 4 وعندي 5 من 6 0.25 مرفوع للباور 5 0.75 مرفوع على الباور 1 دلتا اوف اكس ماينس 5 اخر شيء اخر تيرم اللي هو 6 من 6 اللي هو هذا بيساوي 1 0.25 مرفوع على الباور 6 في 0.75 مرفوع على الباور 0 في دلتا اوف اكس ماينس 6. ماشي اذا هذا البي دي اف تبعي لو جيت ارسمه طبعا رسمه حيكون عندي سهل فبيبدأ هاي طبعاً هاي الـ x هون قيم الـ x وهون عندنا اللي هو f sub x of x. ماشي بتبدأ عندنا القيم عند الصفر 1 2 3 4 5 6. ماشي عند الصفر طبعاً اللي هو 75% أس 6 طبعاً الأرقام مش راح نحطها 75% أس 6 اللي هون 75% to the power 6. ماشي في عندي دلتا عند الصفر بعدين هنا اللي هو 6 في 25% في 75 أس 5 اللي هو عند في دلتا عند ال هذا فبتكون اللي هي 6 في 25% في 0.75 مرفوع للباور 5 وهكذا. ماشي فكل مره بحط دلتا والمقدار الاريا اللي تحت هاي الدلتا هو الكوفيشنت اللي مضروب في
الدلتا كلها، ماشي، لحد ما نوصل لعند الستة. اوكي، طبعا ال الباينوميال كوفيشنز طبعا هي يعني خلاص، المهم انه بتحطوا الكوفيشنز اللي مضروبه بالدلتاز هون. اوكي، هذا اذا بالنسبه للبي دي اف. هلا مطلوب مني كمان اوجد السي دي اف. السي دي اف حيكون نفس الاشياء اللي كتبناها بالنسبه للبي دي اف، لكن كل دلتا حط مكانها اللي هو يونت ستيب. ماشي، فاذا السي دي اف لو كنا بدنا نكتب السي دي اف هون، اذا السي دي اف حيكون عندي كابيتال اف، فهون نفس القانون لكن بقيم الدلتا بحط مكانها يونت ستيب. ماشي، وهون عندي كل دلتا بشيلها بحط مكانها يونت ستيب. Then هون U of X, U of X minus 1, U of X minus 2, U of X minus 3, U of X minus 4, and U of X minus 5, and U of X minus 6. والرسمة تبعت الـ CDF طبعاً حتكون قلنا هي عبارة عن على شكل اللي هو staircase form، على شكل درج. فتبدأ عندي الرسمة تبعت الـ CDF عند الزيرو، ومقدار الارتفاع بالستيب هو مقدار الكوفيشنت اللي هو مضروب عندي باليونت ستيب. اوكي، طبعا عندي الواحد، اثنين، ثلاث، اربعة، خمسة، ستة. طبعا مرة ثانية الارتفاع بالستيبس هو حسب الكوفيشنت المضروب باليونت ستيب. وعندي عندي الستة بصير قيمة السي دي اف بتكون قيمته بتساوي واحد. إذا هذا اف صب اكس اوف اكس. اوكي، طبعا زي ما قلنا انه بالنسبة لإذا بدي اوجد سي دي اف لأي قيمة باجي مثلا سي اللي هو اف صب اكس اوف خمسة مثلا، بروح مباشرة عن السي دي اف، رسمة السي دي اف، بروح عند الخمسة بشوف شو القيمة اللي بتاخذها الخمسة مباشرة بعوضها من الرسمة. اوكي، لكن لو كنت بتحدث عن بي دي اف بدي الاف صب اكس اوف خمسة، الاحتمال انه اكس اقل او يساوي خمسة، فانه بوجد الاريا لكل من صفر لعند اللي هو الخمسة. ماشي، طبعا هلا وانس اني انا وصلت عند الستة فبصير عندي السي دي اف لاي رقم فوق الستة هو بيساوي واحد. فستة سي دي اف للستة بيساوي واحد، السي دي اف للسبعة بيساوي واحد، السي دي اف للثمانية بيساوي واحد. فعندنا الماكسيموم اللي بوصل عنده واحد، السي دي اف بوصل عنده واحد هو ستة، فأي رقم بحطه جوا السي دي اف أكبر من أو يساوي ستة فراح يكون احتمال تبعه بيساوي واحد. طيب، إذا هذا بالنسبة لرسمة البي دي اف والسي دي اف والأرقام المقابلة لكل واحد. فإذا مرة ثانية هون مثلا عندي الأريا تبعت الدلتا 0.35 لا أو هلا عندي الصفر 0.1780 فالجمب 1780. هلا الجمب اللي بعدها مفروض لأنه الرقم هون أكبر من اللي قبله فالجمب عندي تكون أكبر في عند الواحد. ماشي، هون الجمب 0.2966 فبتكون يعني أقل من اللي قبلها بشوي. ماشي، هون عندي الثلاث مثلا أقل، نشوف عندي الأربعة الجمب هي بمقدار 0.033 فبنلاحظ إنه هون الجمب كثير صغيرة، والأصغر منها الجمب اللي عندي الخمسة لاحظ إنه هون 0.0044
إذا عند الخمسة بنلاحظ إنها الجمب very minimal، وأيضا عند الستة جمب اللي هي اثنين بالعشر آلاف، فالجمب عندي almost مش مبينة قد ما هي صغيرة. ماشي. طبعا زي ما قلت لكم إنه إذا كان عندي فرضا طالب، إذا كان المنحنى المعطى عندي هو البي دي اف وطالب مني أفصب إكس مثلا أوف خمسة، فبهاي الحالة شو بدي أسوي؟ بدي أجمع القيمة هاي زائد 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 القيمة هاي عشان أطلع أفصب إكس أوف خمسة، أوكي؟ لكن إذا المنحنى المعطى معي هذا سي دي اف وطلب مني أفصب إكس أوف خمسة، أوكي، فهون مباشرة بروح على قيمة الخمسة، بطلع هون بشوف قديش واصل عندي المنحنى، القيمة المقابلة هون بوجدها بتكون هي نفسها الأفصب إكس أوف خمسة. طيب هلا البويزن ديستريبيوشن مش رح نتحدث عنه، نيجي بعدين بعد البويزن. بعد البويزن في عندي اليونيفورم بي دي اف واليونيفورم سي دي اف. طبعا اليونيفورم بي دي اف يا شباب هو يعني الماثماتيكال ريبريزنتيشن تبعه، وزي ما هو مبين عندي هون، ف اف صب اكس اوف اكس بيساوي في الانترفال بين A و B بيكون قيمة الفانكشن واحد على ال B minus A، خارج هاي الفترة بيكون عندي قيمة الفانكشن بتساوي صفر. هذا إذن اليونيفورم PDF function اللي هو زي ما هو مبين عندي هون يا شباب بالرسمة. فنلاحظ إنه PDF تبع اليونيفورم distribution هو عبارة عن شكل مستطيل في الانترفال ما بين لما تكون الإكس بين الـ A والـ B، خارج هاي الفترة وخارج هاي الفترة بيكون عندي الفانكشن بيساوي صفر، أوكي؟ طبعاً الماجنتيود للفانكشن within الفترة هو واحد على B minus A، هيك بيكون هذا الـ PDF حقق اللي هو الشرط إنه integration from minus infinity للـ infinity للـ F sub X of X dx بيساوي اللي هو من A ل B 1 divided by B minus A dx، وهذا إيش بيساوي؟ اللي هو 1 divided by B minus A في اللي هو B minus A، هون بيساوي عنا 1، أوكي؟ فإذن total area under the uniform PDF is equal to 1، وهذا الإشي متوقع لأي PDF function. ماشي، إذن هذا شكل اليونيفورم بي دي اف. لما نيجي نحصل السي دي اف من هذا البي دي اف بدنا نكامل البي دي اف هذا عشان نحصل السي دي اف. فلما نحصل السي دي اف طبعا المنطقة يعني فإحنا بدنا نكامل هذا الفانكشن اللي هو البي دي اف. فقبل الـ A التكامل هون عندي صفر. هلأ في المنطقة هاي تكاملها عبارة عن linear function أو ramp function، الميل إله قديش؟ واحد على B minus A، عبارة عن ramp في هاي المنطقة، الميل إله واحد على B minus A، بعد الـ B بصير function إيش قيمته؟ تساوي واحد، تثبت على واحد اللي هو زي ما هو مبين عندي هون. إذن هاي المنطقة الأقل من A قيمة الفانكشن صفر، في المنطقة هاي بصير عندي رامب فانكشن الميل إله واحد على B minus A، وبعد البي في هاي المنطقة بيكون عندي الفانكشن CDF بيكون قيمته واحد. ماشي، إذن هذا بالنسبة لليونيفورم random variable. طبعا applications على او وين بنشوف احنا فعليا random variable بيكون بياخذ التوزيع اليونيفورم، من الابلكيشنز عليها انه لما يكون عندي signal
سيجنال بدي أنقلها أنا من الترانسميتر للريسيفر ماشي. هاي السيجنال بدي أنقلها أنا على شكل يعني بدي أعمل ديجيتايزيشن أوكي، بدي أعمل هاي السيجنال ديجيتايزيشن، فبدي أحولها أولها أول شيء أعمل كوانتايزيشن، رح نيجي لهذا الموضوع في مادتنا بعد المادة إن شاء الله. في الكوانتايزيشن بحول السيجنال تبعتي بتكون عبارة عن سيجنال متصلة، بحاول أعملها كوانتايزيشن أبعث فقط قيم محددة للسيجنال، فباخذ عينة من السيجنال مثلا هاي العينة بحولها لكوانتايزد ليفل، يا بحولها لهذا الليفل يا بحولها لهذا الليفل. المهم فهذا الكوانتايزيشن، عملية الكوانتايزيشن بيكون فيها نوع من الايرور ماشي. هذا الايرور لو جينا جمعنا سامبلز عديدة من الايرورز راح نلاقي انه هاي الايرورز ديستريبيوشن لها يونيفورم ديستريبيوشن اوكي. هاي من احدى التطبيقات على وين بنلاقي اليونيفورم راندوم فاريبل. طيب هلا التوزيع الاخير اللي راح نشوفه اللي هو الاكسبوننشال راندوم فاريبل. الاكسبوننشال راندوم فاريبل طبعا البي دي اف له بياخذ هذا الشكل، واحد على بي مضروب في الاكسبوننشال اوف ماينس اكس ماينس اي على بي، قيم الاكس هي اكبر من اي و للاكس اقل من اي قيمه البي دي اف بتساوي صفر. عشان نحصل السي دي اف بدنا نكامل، طبعا كملنا هذا البارت بنحصل هذا البارت والصفر بتضلها صفر اوكي. اذا هذا بالنسبه للبي دي اف والسي دي اف للاكسبوننشال راندوم فاريبل. طبعا نشوف رسمات البي دي اف والسي دي اف. البي دي اف طبعا زي ما احنا شايفين هو عباره عن ديكينج اكسبوننشال او اكسبوننشال متناقص، الماكسيمم له 1 على بي عند النقطة A، وقبل الA قيمته بيساوي صفر. الCDF طبعاً بيبدأ عند الA وبيكون بشكل متزايد لعند نقطة معينة بوصل اللي هو الواحد، بظل عند الواحد. طيب نشوف وين الابليكيشنز اللي بنشوف فيها اللي هو الإكسبوننشال راندوم فاريبل. هلأ بيقول لك انه من احدى الابلكيشنز اللي الداتا بتكون فيها موزعه بشكل اكسبوننشال، انه اذا قسنا احجام اللي هم قطرات المطر راح نلاقي انه الاحجام بتزيد وبتقل حسب يعني توزيعها، حسب بيكون الاكسبوننشال ديستريبيوشن ماشي. فاحجام قطرات المطر بتاخذ اللي هو بتمثل exponential random variable. وبرضه كمان عندنا اللي هو في أنظمة الرادار received signal received radar signal، لما بنشوف ال strength تبعت السيجنال قوة السيجنال، ففيها تزايد وتناقص بتوزيع يماثل اللي هو ال exponential random variables. هذول إحدى الابليكيشنز على الإكسبوننشال راندوم فاريبلز. طيب في عندنا هون إكزامبل على الإكسبوننشال راندوم فاريبلز، بيقول لي إنه الـ power reflected from an aircraft of complicated shape that is received by a radar can be described by an exponential random variable P. أوكي إذا بيقول لك إن الـ power للسيجنال اللي راجعة من طيارة أو طائرات يعني في الجو، سيجنالز اللي واصلة من الطائرات لا الرادار ريسيفر بتكون ماخدة اللي هو الإكسبوننشال راندوم فاريبل، سمينا هذا الراندوم فاريبل سميناه P ماشي. التوزيع للبي دي اف لهذا الراندوم فاريبل هو حسب هاي العلاقة. هلا قال لي الـ P node is the average amount of received power. What is the probability that the received power is larger than the power received on the average? فالسؤال بيقول لي إنه شو الاحتمال إنه received power اللي هو probability إنه
هاي probability مثل probability. probability إنه received power هاي random variable. okay received power إيش تكون أكبر من اللي هو ال p node ال average power. هاي طبعاً نقدر مثلها اللي هي ال f sub p of مش ال f sub p of p اللي هي بتساوي لأنه إحنا بدنا أكبر من p node. هاي بتمثل واحد minus f sub p of p node. أوكي هاي الاحتمالية بتساوي واحد minus c d f. أوكي ف طبعا عشان إحنا نوجد هذا ال c d f موجود عندي قانون ال c d f لل exponential random variable. بنعوض هون عندي بالإكسبوننشال راندوم فاريبل قيمة البي نود ماشي بنحصل القيمة هاي بعدين القيمة هاي بنطرحها من الواحد ماشي. فإذا اللي هي 1 minus f sub p of p نود هاي هاي بنحصلها اللي هي من السي دي اف اللي ذكرناه بالصفحة السابقة. هاي عندي اللي هو السي دي اف يا شباب بنحط مكان ال اكس بنحط مكانها اللي هو بي نود ماشي. طيب او احنا ممكن من مباشره من هون نطلع السي دي اف اللي هو اف صب بي of p اللي هي بتساوي تكامل هذا ال exponential function اللي هو إيش بيساوي اللي هو قلنا من minus infinity لعند ال p ال f sub p of p dp وهذا بيساوي اللي هو واحد على p node لتكامل هذا الإشي اللي هو minus واحد minus p node في E minus P على P node. أوكي وهذا بيساوي إيش اللي هو بيساوي minus E minus P على P node. هذا هو CDF. هل هذا CDF بنطرحه من واحد عشان نطلع الاحتمال اللي هو طالبه مني. minus infinity for p من 0 لإنفينيتي من 0 لإنفينيتي. مرة ثانية شباب ال f sub p of p اللي هو cdf حيكون تكامل هون ال p معرف عندي ل من 0 لإنفينيتي فمن 0 لإنفينيتي اللي هو ال f sub p of p dp وهذا بيساوي من 0 لإنفينيتي اللي هو 1 على p node e minus p على p node dp. أوكي وهذا إيش بيساوي اللي هو واحد على P node في minus واحد على واحد على P node في E minus P على P node من صفر لإنفينيتي. أوكي طبعاً هذا مع هذا بيروح هون بيساوي عنا اللي هو minus E minus infinity اللي هي zero في minus E اللي هي to the power zero وهذا بيساوي اللي هو إيش أنا يعني اليوم يا شباب سطل شوي هون مش من الانفينيتي هون لبي أوكي وهون عندي هاي بي أوكي إذن هاي بي وهون عندي واحد على P نود أوكي هاي بتساوي اللي هو طبعا هاي مع هاي بتروح بصير عندي يضل اللي هو minus E minus P على P نود minus واحد أوكي وهاي بتساوي اللي هي واحد minus E minus P على P نود أوكي هذا اللي هو ال f sub p of p
عشان لما نعوض مكان ال P نود فبصير هاي P نود. اوكي فاللي هو اللي نشوفه هون عندنا بالحل. اوكي فبيطلع لنا البروبابيليتي انه الباور تكون عندي اكبر من الافريج باور اللي هي اكبر من بي نود تطلع عندي 36%. ماشي اذا هذا طبعا كيف طلعنا اللي هو السي دي اف عند البي نود. طيب الريلي ديستريبيوشن مش راح نحكي عنه. طيب هلا بنيجي عند هذا الموضوع اللي هو conditional distribution and density functions. هلا زي ما قلنا انه في عندي PDF وعندي CDF. هذول ال PDF وال CDF ممكن انهم يعني يكونوا conditional PDF و conditional CDF. ماشي؟ احنا ال conditional probabilities اللي تعاملنا معاهم بالشابتر السابق اللي هو كان مثلا probability فرضا of x given b أو بالضبط probability of x given b. هلا راح نشوف في هذا السكشن انه في عندي اللي هو حنشوف انه في عندي probability بس على شكل PDF وهاي ال PDF ايضا conditional مثلا PDF of x given b ماشي او CDF of x given b وراح ينطبق عليها نفس قوانين الconditional probability اللي شفناه في الشابتر السابق. اوكي فمره ثانيه نستذكر اللي هو بيز رول. قلنا البيز رول بتقول لي انه probability of event a given b هي عباره عن probability joint probability of a and b divided by the probability of b. ماشي هلا راح نشوف هون عندي الconditional probabilities بس بحاله استخدام البي دي اف والسي دي اف. اوكي ف البروبابيليتي اوف اكس راندوم فاريبل اكس يكون اقل او يساوي من سمول اكس جيفن بي هاي نفسها حنعبر عنها اللي هي السي دي اف اوف اكس جيفن بي. اذا السي دي اف اوف اكس جيفن بي هاي نفسها بتساوي البروبابيليتي انه اكس اقل من سمول اكس جيفن الايفنت بي. ماشي وهاي حسب قاعده بيز راح تكون عندي شو بتساوي الجوينت بروبابيليتي بين الـ small x والـ event b مقسومة على الـ event b الـ probability of b. ماشي طبعا هون الجوينت بروبابيليتي انه x الـ random variable x اقل من small x وبنفس الوقت انه يعني اللي هي joint probability of the random variable being less than x and at the same time إنه يكون ال random variable ضمن ال event b هاي بتكون اللي هي يعني اللي هي يعني ال intersection بين ال random variable being less than x والrandom variable يكون بينتمي لل event b هاي اللي هي بنسميها joint probability. okay هلا الجوينت بروبابيليتي هاي نقدر نعبر عنها بايش؟ زي هون عندي بالرسمه مثلا في عندي هاي السامبل سبيس اس ماشي هلا في عندي هاي قيمه سمول اكس هلا البروبابيليتي انه الراندوم فاريبل اقل من اكس هو هاي المنطقه ماشي بنفس الوقت بدنا نشوف شو هذول كلهم كل الاسهم هون بتحقق اللي هو الراندوم فاريبل يكون اقل من سمول اكس بس طبعا مش كل هذول الاسهم بينتموا للايفنت بي ماشي فبنشوف احنا الجزء منهم اللي بينتمي للبي اللي هون بنحطه باللون الاحمر واللي بحقق الاشيين بحقق انه الراندوم فاريبل اقل من سمول اكس وايضا الراندوم فاريبل بينتمي للايفنت بي ماشي فهي هي الثلاث ايفنتس هذول اللي باللون الاحمر هم بيحققوا لي الجوينت بروبابيليتي اللي هو probability of x less than or equal to x ونفس الوقت بينتموا للايفنت بي. طبعا
طبعا كل البروبرتيز او كل الخصائص تحدثنا عنهم اللي لازم يكونوا بيتحققوا بالسي دي اف، لازم يتحققوا عندي كمان بالكونديشنال سي دي اف. ماشي، فالكونديشنال سي دي اف اللي هم ست خصائص ذكرناهم سابقا، ان الكونديشنال سي دي اف للماينس انفينيتي لازم يكون ايش؟ بيساوي صفر. الكونديشنال سي دي اف للانفينيتي بيساوي واحد. السي دي اف لازم يكون الكونديشنال سي دي اف لازم يكون عندي محصور بين الصفر والواحد، لانه بالنهايه هو بيمثل لي احتمال. ماشي، طيب كمان في عندي اذا الاكس 1 از ليس ذان اكس 2، ماشي، في هاي الحاله فان الكونديشنال سي دي اف للاكس 1 لازم يكون اقل من الكونديشنال سي دي اف للاكس 2. و نفس الاحتمالات هن صح؟ هن نفسن، هن نفسن. وايضا عندك اذا الراندوم فاريبل محصور بين اكس 1 واكس 2 given b، فانه هذا الاحتمال بيساوي اللي هو conditional probability انه الـ x تكون بين الـ x1 والـ x2 given b، حتساوي الـ cdf of x2 given b minus الـ cdf of x1 given b. وآخر إشي طبعاً الـ conditional cdf لازم يكون عندي متصل من اليمين، ماشي، اللي هم نفس الخصائص اللي ذكرناهم بالـ cdf العادي، يعني مش الـ conditional. طبعاً نيجي للـ conditional pdf. طبعا الكونديشنال بي دي اف يعني زي ما احنا بنتوقع انها لازم تكون هي مشتقة الكونديشنال سي دي اف، فبالتالي الكونديشنال سي دي اف زي ما احنا شايفين هي ديريفاتيف اوف ذا كونديشنال سي دي اف. طبعا هلا اذا كنا نفس الشيء زي ما كنا بالكونديشنال، زي ما كنا بالسي دي اف والبي دي اف العاديين، اذا كنا بنتحدث عن ديسكريت راندوم فاريبل، فبالتالي السي دي اف تبع هذا الراندوم فاريبل حيكون عباره عن شكل اللي هو درج، وبالتالي لما اجي انا اشتقه واحوله لبي دي اف راح اتوقع اني اشوف اللي هو عند النقاط الديسكونتينيتي، راح اشوف بالضبط راح اشوف دلتاز. فالديسكريت سي دي اف، عفوا البي دي اف للديسكريت راندوم فاريبل اتوقع اني اشوف فيه دلتاز زي ما كنا نشوف بالبي دي اف العادي. ونفس الشيء بالنسبه للكونديشنال بي دي اف لازم يحقق نفس الشروط بالبي دي اف العادي. فرسمه البي دي اف فانكشن الكونديشنال بي دي اف فانكشن دائما لازم يكون كل قيمه موجبه. برضو المساحة الكلية تحت الـ PDF الـ conditional PDF لازم تكون بتساوي واحد. وأيضا عندي الـ CDF الـ conditional CDF هو عبارة عن تكامل الـ conditional PDF من minus infinity لعند الـ X. بلا شوي شباب الـ power مش واصلة. طيب اوكي، شو كمان من خصائص الكونديشنال بي دي اف؟ قلنا انه الكونديشنال سي دي اف
هو تكامل conditional PDF من minus infinity لعند الx. وآخر إشي الاحتمالية إنه random variable يكون بين x1 و x2 هو تكامل conditional PDF من x1 ل x2. ماشي، اللي هم نفس الخصائص العادية لل PDF العادي. مش طيب نيجي على هذا الإكزامبل. ماشي، هلا في الإكزامبل بيقول لي select a box and then select a ball from the selected box. بيقول لي الإكزامبل إنه box 2 is larger than box 1. هلا كونه الصندوق الثاني أكبر من الصندوق الأول، هذا بيعطيني احتمالية اختيار الصندوق الثاني تكون إيش؟ أكبر من احتمالية الصندوق الأول. ماشي؟ فمعطيني هو طبعاً احتمالية الصندوق الثاني، احتمالية الصندوق الثاني شباب معطيني إياها إنه 2 بالعشرة، والصندوق عفواً الصندوق الأول احتماله 2 بالعشرة، والصندوق الثاني احتماله 8 بالعشرة. ماشي، فالصندوق الثاني احتمال إني أختاره أكبر. طيب بعدين فبيقول لي أوكي، فطبعا هاي الصندوقين، الصندوق الأول الصندوق الأول فيه 100 كرة، 5 أحمر و 35 أخضر و 60 وحدة أزرق، والصندوق الثاني فيه 150 كرة، 80 أحمر و 60 أخضر و 10 أزرق. ماشي، فبناء على هاي المعلومات بدنا نشوف نوجد بعض الاحتمالات اللي معطيني اياها تحت. هلا بيقول لي انه x is a discrete random variable having values x1 بتساوي 1. فبدي انا اعطي اللي هو اعطي قيم الراندوم فاريبل تبعي، فعندي x1 بتساوي 1 اذا ايش تم اختيار كره حمراء، و x2 بيساوي 2 إذا يعني تم اختيار green ball، و x3 is equal to 3 if I choose يعني اللي هو blue ball. أوكي، والبي البي هذا بالنسبة للراندوم variable x، بأخذ قيم x1 x2 أو x3. البي الايفنت بي هو احتمال b1 أو b2، يا اما اني اختار الصندوق الاول او الصندوق الثاني. هلا بناء على هذا الشيء بدنا نشوف بعض الاحتمالات. هلا probability of x بتساوي 1 تساوي 1 given انه b is equal to b1، هاي عباره عن conditional probability. ماشي، هلا هاي conditional probability بدنا نطبق عليها قاعده بايز طبعا، اللي هو قاعدة بيز شو بتقول لي؟ بتقول لي إنه هاي probability تساوي joint probability اللي هي probability إنه x بتساوي 1 مع إنه b بتساوي b1 مقسومة على إيش؟ probability of b1. ماشي؟ هلا joint probability هاي اللي هو ال x بتساوي 1، الراندوم فاريبل قيمته بتساوي 1، واني اكون اخترت اللي هو صندوق b1. ماشي، ايش هاي الجوينت، ايش هاي البروبابيليتي اللي هي البروبابيليتي اوف b1 اللي هي البروبابيليتي اوف الجوينت بروبابيليتي اللي هي شو احتمال انه يكون عندي قيمه الراندوم فاريبل تساوي 1 اللي هي الكره الواحد ايش قلنا الكره واحد اللي هي ريد بول. ماشي، ويكون الصندوق رقم 1 هاي ريد بول. اوكي، اللي هي ايش بدنا نقول هون احتمالية الريد بول ايش هي؟
هلا خلينا طيب the probability of B1 اللي هي قلنا إيش اللي هي بتساوي 2 على 10 ماشي. طيب هاي بتساوي اللي هي قديش احتمال الواحد given طبعا هي هاي راح تكون عندي اكيد. هسه انت given انه البوكس اللي تم اختياره بي 1 كم احتمال الكره تكون لونها ريد اللي هي حتكون كم عدد الكرات بالصندوق الاول كم عدد الكرات الحمراء في الصندوق الاول 5% ماشي. هذا الاحتمال لازم يطلع معي 5% اوكي. طيب خليني سريعا سريعا لانه هون. طيب اذا هي صندوق بوكس 1 وهي عندنا البوكس رقم 2 ماشي. في عندي هون الريد قلنا 5 والجرين الجرين 35 والبلو 60 35 والبلو 60 العدد الكلي هون 100 هون عندي ريد وجرين وبلو التوتال 150 ال 80 60 10 80 60 10. طيب الاحتمال الاول يا شباب طبعا قلنا الاكس 1 اللي هي ريد الاكس 2 هي جرين والاكس 3 اللي هي بلو والبي يا اما بي 1 اور بي 2. بي 1 قلنا 2 من 10 احتمالها والبي 2 8 من 10. هلا الاحتمال اللي بدنا اياه انه هو probability of اكس بتساوي اكس 1 given بي 1 ماشي اللي هو ايش بيساوي الجوينت probability بين اكس 1 والاكس 2 الاكس 1 والبي 1 probability of x بتساوي اكس 1 and الايفنت هو بي 1 مقسوم على probability of بي 1 ماشي. هلا الجوينت probability انه يكون اكس 1 وبي 1 اللي هي ايش probability of ال بي 1 given x. طيب الجوينت probability انه يكون اللون احمر ماشي وبنفس الوقت يكون ضمن البي 1 اللي هو ايش هاي الاحمر كله اللي بدها تكون عندي هون 80 هون عندي 5 اللي 85 مقسومه على العدد الكلي اللي هو 250 مضروبه في احتمال انه تكون عندي ايش البروبابيليتي لا خلي هاي يعني اوكي خليها. طيب هلا خلينا نحلها بطريقه ثانيه يا شباب. الجيفن انه انا تم اختيار صندوق بي 1 كم احتمال انه الراندوم فاريبل بيساوي اكس 1 اللي هو اخترنا المعلومه المعطاه انه انا اخترت بوكس رقم 1 فالكم احتمال ان انا اكون اخترت اللي هي ريد بول اللي هي 5% ماشي. نفس الشيء اللي probability of x بتساوي x2 given b1 اللي هي بتساوي 35% واخر شيء اللي هي probability of x بتساوي x3 given b1 بتساوي اللي هي 60%. نفس الشيء إذا طلبنا الاحتمالات إنه probability of x بتساوي x1 given b2 هاي راح تساوي إيش اللي هو 80 من 150 وهكذا.
طيب نشوف الاحتمال اللي بعده اللي بدنا نطلعه. طبعا نفس الشيء نفس البروبابيليتيز، لكن جيفن انه الصندوق اللي تم اختياره هو بي 2 اللي هي بتصير عندي عدد الكرات في الصندوق الثاني، مثلا عدد الكرات الحمراء على التوتال نمبر اوف بولز في الصندوق الثاني. طيب هلا نيجي نشوف اللي هو الكونديشنال بروبابيليتي اللي هو اف سب اكس اوف اكس جيفن بي جيفن بي 1. ماشي، هل هذا البروبابيليتي حتكون نفسها البروبابيليتيز اللي طلعناها قبل شوي بس في عندنا مضروبه بالدلتا. فعندنا هون الكونديشنال بروبابيليتي اوف اكس جيفن بي 1، بنثبت البي 1 وناخذ كل القيم المحتمله للاكس، فراح تاخذ اكس 1 زائد اكس 2 يعني الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3. فاول شيء بنبدا اللي هي سميشن من 1 ل 3، فعندي اللي هي عباره عن البروبابيليتي اوف اكس بتساوي x1 او x2 او x3 given b1 مضروبه في الدلتا. فعندي اول شيء ببلش بقيمه الاي بتساوي 1، فهي بتكون probability of x اللي هي هاي probability of x بتساوي x1 given b1 مضروبه في الدلتا عند اللي هي x1. نفس الشيء هون ان probability of x بتساوي x2 given b1 مضروبه في الدلتا عند x2 plus اللي هي probability of x بتساوي 3 given b1 مضروبة في الدلتا عند الـ x بتساوي 3. هلأ عشان نحول هذا الـ PDF لـ CDF بنكامل، فبطلع عندي نفس الـ expression هذا بس عندي بدل الدلتاز إيش بنشوف unit step functions. ماشي، طبعاً هلأ رسمات الـ PDF والـ CDF. البي دي اف مباشر عندك دلتاز عند الواحد والاثنين والثلاث مضروبه بقيم معينه، فهي البي دي اف لما اكامله بحصل على اللي هو اليونت ستيبس، برضو عند القيم واحد واثنين وثلاث كل عند كل دلتا بلاقي في عندي جمب ل نيو ستيب فانكشن يونت ستيب فانكشن. طيب نفس الشيء هلا اذا بدنا نطلع التوتال بروبابيليتي اوف اكس بتساوي واحد، خلينا نيجي نرجع الصندوق هون نحسب التوتال probability of x انها تساوي واحد، يعني التوتال probability اني اسحب كره لونها احمر. اوكي، هذا شو بيساوي؟ هاي بتساوي ال probability of b1 مضروبه في conditional probability of x بتساوي x1 given b1 plus شو الاحتمال الثاني؟ اني اختار صندوق b2 probability of b2، وبعد ما اختار الصندوق الثاني اختار اللي هو الكره بتساوي احمر given b2. اذا هاي قانون التوتال probability، فالبروبابيليتي اوف b1 بتساوي اللي هو 2 على 10 في البروبابيليتي اوف x1 given b1 اللي هي 5% plus probability of b2 اللي هو 8/10 في البروبابيليتي او اني اختار كره حمراء بعد ما اخترت الصندوق الثاني اللي هو 80/150. ماشي، فاذا هذا التوتال بروبابيليتي اني اختار اللي هو كره لونها احمر. نفس الشيء بالنسبه لمثلا كره لونها اخضر، بعوض التوتال بروبابيليتي انه احتمال اختار الصندوق الاول، بعد ما اختار الصندوق الاول اني اختار كرة أخضر من الصندوق الأول بلس احتمال الصندوق الثاني مضروب في بعد ما اخترت الصندوق الثاني قديش احتمال إني أحصل كرة لونها أخضر وهكذا. طيب إذا هذا بالنسبة للتوتال probabilities. وعندي هلا احنا اللي حصلناه هون يا شباب أو اللي حسبناه هون اللي هي conditional probabilities. ماشي، هون حصلنا conditional probability conditional probability conditional، وهون conditional PDF وبعدين conditional CDF. كل اللي اشتغلناه بالجزء الأول هو عبارة عن conditional probabilities. ماشي، هلا الجزء الثاني بالسؤال اللي هو total probabilities اللي هو total probability إني أسحب مثلا كرة حمراء، total probability اني اسحب كره خضراء، او total probability اني اسحب كره زرقاء. وهون ايضا بدي اوجد التوتال
بي دي اف اللي هو بطل كونديشنال بي دي اف عادي والتوتال سي دي اف. خلينا اول شيء نوجد التوتال بي دي اف. التوتال بي دي اف اللي هو من اي بتساوي 1 ل 3 التوتال بروبابيليتي عند كل قيمه الى اي مضروبه في الدلتا عندها. فعندي التوتال بروبابيليتي اني اسحب كره حمراء في الدلتا عند اكس بتساوي 1 زائد التوتال بروبابيليتي اني اسحب كره خضراء في الدلتا عند الاثنين بلس التوتال بروبابيليتي اني اسحب كره زرقاء عند في الدلتا عند الثلاث. هسه عشان احول البي دي اف هذا ل سي دي اف نفس الشيء كل شيء بضل زي ما هو عدا اني ببدل كل دلتا يونت ستيب. يس بحط مكانها يونت ستيب. طيب يا شباب خلينا طبعا هذا بالنسبه للتوتال بي دي اف والتوتال سي دي اف حصلناهم من هذول التو فانكشنز من هذا ومن هذا. طيب شو ظل عندنا هسه؟ خلص هيك احنا بنكون كملنا هذا التشابتر يا شباب اللي هو السكشن اللي عندنا هذا الميثودز مش داخل. هذا السكشن مش داخل. فبنكون هيك احنا كملنا تشابتر 2. دكتورة المد كم تشابتر داخل؟ هيكون 3 تشابترز ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يا شباب اي سؤال؟ طيب معناته بقول لكم السلام عليكم وان شاء الله بشوفكم الاسبوع الجاي. وعليكم السلام.